خلاص فكرت وقررت ان انت تفتح قناه على اليوتيوب، وبالفعل اخدت اول خطوه ورحت وجبت العدد وجهزت المكان اللي انت هتسجل فيه وظبطت كل حاجه وسجلت بالفعل اول فيديو، بس في حاجه وقفت قدامك وهو انا همنتج على ايه؟ ثواني قبل ما اكمل الفيديو، حابب افكركم انكم تشتركوا في القناه لاني خلاص قربنا على 100,000 مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك اي اشعار لاي فيديو هنزله، ولو عجبك الفيديو ما تنساش باللايك والشير لانه بيحفزني اني اكمل واستمر، لانه هو يعتبر اكبر دعم لينا. شكرا ليكم ونكمل الفيديو. في البدايه وعشان ما اطولش عليكم، الفيديو ده هقسمه لنقطتين ثلاث نقط، تمام؟ بس النقطتين المهمين دول اللي انا هذكرهم في البدايه نقطتين مهمين جدا ولازم تركز فيهم. اول حاجه، وقبل ما انت حتى تفكر ان انت يعني تحمل اي برنامج مونتاج، لازم تعرف انت عايز برنامج المونتاج ده ليه. هتقول لي عبد اللطيف ايه السؤال الغبي ده، يعني السؤال بديهي جدا، انا عايز برنامج مونتاج عشان اعمل عليه مونتاج. اقول لك ماشي يا زكي، بس انا بتكلم انت عايز البرنامج ده ليه، انت تشتغل عليه ليه. يعني مثلا انت هتقطع فيديوهات، هتركب فيديوهات على بعض، هتضيف افكتات، هتضيف موسيقى، هتعمل تعديل الوان وخلافه، لان مش كل البرامج بتقدم نفس الشيء. لا، في مثلا برامج من خلالها تقدر ان انت تعمل مونتاج بسيط، في برامج تقدر ان انت من خلالها تقدر تعمل فيلم كامل. فشوف انت ايه اللي انت عايزه واللي هيوافق مع متطلباتك عشان اقدر ان انا افيدك واقول لك ايه اهم برنامج تقدر ان انت تستخدمه. ده اول نقطه واهم نقطه، اعرف انت عايز برنامج المونتاج لايه. تاني نقطه، وهو قبل ما انت حتى كمان تعرف البرنامج المونتاج ده انت عايزه لايه، ما دام انت اخترت البرنامج اعرف مواصفات تشغيله ايه، لان دي للاسف نقطه كتير جدا بيقع فيها، واحيانا البرامج بتتحمل بس ما بتشتغلش. اعرف ناس وهم عندي يعني على القناه، ربنا باذن الله يكرمكم يا رب وتجيبوا اجهزه حلوه اكتر يعني واقوى بكتير، بس في ناس لسه شغاله لحد دلوقتي على رامها 1 جيجا، تمام؟ لسه في ناس لحد دلوقتي شغاله على بينتون 4، يعني برضو نراعي الناس دي، عشان كده حبيت ان انا اذكر النقطه دي. ويا رب بكرمكم باذن الله تجيبوا اي ماك بوك برو او ايا كان، يعني جهاز قوي جدا يعني، تمام؟ فدي نقطتين لازم تحطهم في عين الاعتبار. اول نقطه وهو انت عايز برنامج لايه عشان تستخدمه لايه. تاني نقطه وهو مواصفات التشغيل، البرنامج اللي انت اخترته ده تكون بتشتغل على جهازك ولا لا. دول نقطتين مهمين جدا لازم تحطهم في عين الاعتبار. بعد كده نتيجه بقى للموضوع، وهو الموضوع ان ايه افضل برنامج تقدر ان انت تحمله او تقدر ان انت تشتغل عليه بناء على الكلام اللي انا هقوله لكل برنامج. وخلينا نخش في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليكم ونروح لاول برنامج. تمام، خلينا نستعرض اول برنامج. اول برنامج هتكلم عنه هو البرنامج المعروف في الوطن العربي بشكل عام، وتقريبا ممكن تكون انت بتشوف الفيديو ده وانت بتستخدم اساسا البرنامج. فالبرنامج ده هو كامتازا ستوديو، واللي مش عارف برنامج كامتازا ستوديو، البرنامج ده هو يعتبر من اشهر برامج موجوده في الوطن العربي، وتقريبا نقول مثلا 70% من اليوتيوبر اللي هم بيشوفوني دلوقتي او اللي هم على اليوتيوب في الوطن العربي يعني بيستخدموا برنامج كامتازا ستوديو كبرنامج اساسي، بسبب سهولته وبسبب ان البرنامج ده من خلاله تقدر ان انت تسجل شاشه الفيديو، او مثلا تقدر ان انت تسجل شاشه الكمبيوتر فيديو، وتقدر ان انت تسجل كمان الالعاب. هو مش قوي في تسجيل الالعاب اكيد، لان اساسا البرنامج مش مخصص لتسجيل الالعاب، بس تقدر تعمل كمان من عليه كده، لان البرنامج ده مخصص فقط ان انت تسجل الشاشه للدروس، لان بيديك مميزات ان انت تقدر تضيف بعض الحاجات اللي هتفيدك بشكل كبير جدا لو انت فعلا بتعمل دروس. برضه تقدر تعمل عليه شويه افكتات وحركات، وتضيف برضه تعمل عليه شويه حاجات كده جميله. البرنامج ممتاز للناس اللي هم عايزين فقط يقصوا الفيديو ويركبوا عليه فيديو تاني، يضيفوا مثلا شويه تاثيرات بسيطه، يضيفوا مثلا اغنيه في الخلفيه او صوت خارجي مثلا كمثال، ينغوشوا على حاجه او يضللوا على حاجه، مثلا يحطوا سهم كده اللي هو الاسهم اللي بتبقى في الفيديو دي، يعملوا حركات او افكتات او حركه او بسيطه كده في الفيديو، يحركوا مثلا، يعني برنامج بسيط جدا وسهل جدا في الاستخدام، تقدر ان انت تتعلم عليه بسرعه. فانصحك بيه جدا لو انت فعلا مبتدئ على اليوتيوب وانت جهاز بتاعك بطيء او جهاز بتاعك مش قوي. بس خلينا نتكلم مبدئيا ان اي برنامج هستعرضه في القائمه دي لازم يشتغل على رامه فوق ال 4 جيجا، بجانب برضو ان انت يكون عندك النواه 64 بت مش 32 بت. فان انت يكون عندك نواه الويندوز 64 بت ده شيء اساسي، لان مفيش اي برنامج ايا كان مونتاج من انا اذكرهم دول بيشتغل على نواه 32 بت، لازم كله 64، لان دلوقتي اساسا مفيش برامج بتشتغل على ال 32، يعني خلاص للاسف انتهى العصر ده. فحاول ان انت تحدث الويندوز بتاعك او تحمل ويندوز ثاني 64 بت، وتقدر ان انت تشتغل على البرامج دي باذن الله بدون اي مشاكل. فالنقطه اللي بكلمك فيها ان البرنامج ده فعلا ممتاز لاي حد مبتدئ، وانصحه بيه جدا، لان يعني بيقدم لك وظيفتين، اول وظيفه ان انت بتسجل الشاشه، تاني وظيفه ان انت بتمنتج في نفس البرنامج نفسه.
البرنامج الثاني يا سيدي وهو برنامج فيلمورا. طبعا برنامج فيلمورا اكيد ناس كتير جدا عارفاه برضو، لان البرنامج ما بين الاحترافي وما بين العادي. يعني لو انت مثلا عايز برنامج اقوى من كامتاز استوديو شويه وبيقدم لك مميزات افضل وبعض الافكتات افضل وبعض التحكم بشكل اكبر وافضل، يبقى عندك بعديه على طول فيلمورا. تمام، فيلمورا ده برنامج خفيف، يعني الناس كتير جدا اتعاملت معاه. البرنامج خفيف حتى لو على المواصفات الضعيفه، بس طبعا زي ما قلت لك قبل ما تفكر ان انت تحمل اي برنامج لازم تبحث عن المواصفات بتاعته. ففيلمورا الصراحه برنامج مميز، بيديك مميزات ما بين الاحترافي وما بين العادي، وسهل جدا في الاستخدام. وانا الصراحه اول ما جربته البرنامج عجبني بشكل كبير بسبب المميزات اللي فيه وبسبب سهولته، وانصحك بيه بشكل كبير يعني لو انت فعلا عايز تعمل فيديوهات بشكل جميل جدا واحترافي. بس في نقطه صراحه ما عجبتنيش، والكلام ده انا ساعه ما جربت البرنامج من اول لما تم اصداره تقريبا 1.0، يعني البرنامج ده من تم اصداره في نفس الاسبوع تقريبا انا حملته وجربته. طبعا قديم جدا ده اول اصدار، ده شيء كلام يعني برضو لا يعتمد عليه، اكيد حدث النقطه دي. بس الصراحه الاخراج بتاع الفيلم ما عجبنيش، يعني الرندر بتاع الفيلم ما عجبنيش. بعد ما انا ظبطت الفيديو ظبطت كل حاجه وجيت اعمل رندر عشان اخرج الفيديو للاسف ما عجبنيش، حسيت ان الفيديو الكواليتي بتاعه مش مظبوط، في حاجه غلط، بقى الاقي بكسل كده بحاجات بسيطه وفي نويز. طب ايه يا عم ده، انا مش فاهم ده، انا عامل على كواليتي فول اتش دي والمفروض ان الجوده على الكاميرا ممتازه، ازاي بقى انت طلع لي الجوده بالمنظر ده؟ الصراحه الرندر بتاعه ما عجبنيش، فعشان كده اضطريت ان انا ما اجربوش تاني خالص، واخد منه موقف الى الان. بس اكيد وشيء اساسي الناس اللي جربوه قالوا لي المشكله دي اتحلت من زمان، فانت طبعا لازم تحمله وتجربه وتشوفه، لان فعلا البرنامج بيديك مميزات الاحترافي والمجاني في سهولته. لو انت من مستخدمي ماك، اذا كنت اي ماك او ماك بوك برو ميني ماك او ايا كان يعني من اجهزه ماك، طبعا التليفونات لا، انا بتكلم على الكمبيوتر. فالفكره ان انت عندك برنامج ممتاز اسمه برنامج فاينل كات. البرنامج ده معروف عالميا ان هو برنامج رقم 2 في المونتاج، خلاص يعني اي يوتيوبر عنده ماك تقريبا بيستخدم البرنامج ده. بسبب ميزتين فيه، انا صراحه عشان ما اكذبش عليكم انا مجربتوش، بس انا بحط رايي بناء على اراء مستخدمين فعلا شفت ريفيوهات عن البرنامج. وتقريبا انا لو البرنامج ده وقع تحت ايدي انا هعرف اتعامل معاه من كتر المميزات او من كتر الفيديوهات اللي انا شفتها عن البرنامج ده. فالبرنامج ببساطه شديده هو برنامج مونتاج، بس البرنامج ده رغم ان هو سهل والواجهه بتاعته سهله ومنظمه بشكل كبير، الا ان هو احترافي برده بشكل كبير. مش هقول ان هو يقارن بادوبي بريمير، لان ادوبي بريمير تقدر ان انت تتحكم في ديتيلز اكتر، تقدر ان انت تتحكم في حاجات اكتر وفي مميزات اكتر من فاينل كات. بس البرنامج ده رغم اللي هو يعني ما فيهوش مميزات كتير على ادوبي بريمير، بس الاغلبيه في العالم ما بيستخدموهوش، فعشان كده الناس او معظم الناس ساعه ما بيستخدم بيقولوا فاينل كات اسهل بكتير واسرع بكتير، لان اساسا البرنامج ده موجه في الاساس لاجهزه ماك، او موجه في الاساس من يعني شركه ابل هي اللي عاملاه. فالبرنامج ده سلس جدا معاك وسلس جدا مع اجهزه ماك، طبعا لان ما ينفعش نشتغل على البي سي، بس سلس جدا مع اجهزه ماك، تقدر تستخدمه بسهوله ومش هيحصل معاك اي مشاكل ولا اي دروب ولا اي حاجه. الرندر بتاعه سريع بجانب برده سهوله استخدامه وبجانب الاحترافيه فيه، اللي هو مثلا بيقدم لك مميزات تقريبا موجوده في ادوبي بريمير، او مش كلها بس يعني مميزات كتير جدا اللي في ادوبي بريمير موجوده في فاينل كات تقدر ان انت تستخدمه. ده البرنامج طبعا لمستخدمي ماك. ونبعد بقى عن مستخدمي ماك، اديني ذكرتكم اهو، نروح بقى للبرنامج اللي وراه على طول، وانا طبعا اتكلمت عنه بشكل كتير. جينا بقى لاخر برنامج وهو برنامج ادوبي بريمير. انا عارف ان في برامج ثانيه يا جدعان، والله انا من يعني في ناس هتقول لي طب سوني فيجاس عبد اللطيف، طب في برنامج ديفينشن ريزولف، طب فين الحاجات دي؟ انا عارف ان انا ما ذكرتش البرامج دي، بس انا بتكلم على البرامج السهله. الصراحه سوني فيجاس انا ما حبيتهوش طول حياتي بامانه، يعني انا عارف ان في ناس كتير جدا بتستسهله وتقول انه افضل برنامج فعلا حرفيا معاك، البرنامج جميل، بس برنامج ممل بالنسبه لي وبالنسبه للناس الجداد اللي هم هيجربوه، البرنامج ممل بشكل كبير. فلو انت حابب ان انت تجربه في برنامج تاني يا جدعان اسمه سوني فيجاس، لو انت حابب تجربه تقدر ان انت تجربه عادي جدا، البرنامج برده خفيف وسريع معاك. بس فعلا انا افضل البريمير، لان البرنامج البريمير ممتع اكتر في استخدامه عن سوني فيجاس، فما حبيتش ان انا ادخلك مود الملل، وخاصه لو انت في البدايه وانت هتتعلم لسه حاجه جديده، فاعلمك على حاجه الافضل وهو ادوبي بريمير بشكل مباشر، بدل ما اعلمك على برنامج سوني فيجاس وتلاقي عندك ان البرنامج يعني ممل جدا معاك، وهو بيديك مميزات حلوه بس ممل الصراحه. فخلينا نخش في الموضوع على طول. برنامج ادوبي بريمير هو يعتبر من افضل البرامج المونتاج المستخدمه عالميا الى هذه اللحظه. انا طبعا مش هتكلم على شغل الافلام، انا بتكلم على الافلام القصيره او اليوتيوب وخلافه او
برنامج اكثر استخداما حول العالم هو برنامج ادوبي بريمير. البرنامج ده تقريبا فيه كل حاجه اللي انت عايزها كتحريك كمش عارف ايه، ومدعم من بعض البرامج الاخرى الخاصه بسلسله ادوبي زي مثلا اللي هو الاسليتور والفوتوشوب والافتر افكت والاوديشن وغيره 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 من البرامج الادوبي اللي انت هتلاقي عندك ان فيه تواصل وتكامل مع بعض يخليك تطلع الفيديو بشكل اكثر احترافيه مليون مره من انت متوقع. فده الشيء اللي بيميز ادوبي بريمير بجانب المميزات اللي جواه، وكل سنه بيتحدث او بيضاف عليه حاجه جديده بتبهرنا اكتر. يعني ده اللي خلاني انا اقول لكم برنامج ادوبي بريمير هو الافضل لو انت هتتعامل معاه. هو بيحتاج مواصفات تشغيل عاليه شويه، يعني مثلا ما بيحتاجش ان انت يكون عندك، يعني لازم يكون عندك كارت شاشه، ده شيء اساسي لان بيحمل عندك على كارت شاشه. عندك مثلا بروسيسور اعلى من 4 كور مثلا، نقول مثلا سيدي 4 نواه، بروسيسور 4 نواه حلو قوي. انا عندي 2 وبتعز بصراحه. لو انت عندك بروسيسور 4 نواه مثلا، كنت عندك جهاز جيمنج او حاجه، انصحك جدا ببرنامج ادوبي بريمير، البرنامج ممتاز. بس هو في حاجه، في برنامج تاني افضل منه في نقطه، وهو تعديل الالوان. لو انت حابب فعلا ان انت تعدل الالوان بشكل ممتاز وبشكل اكثر احترافيه، وتقدر ان انت مثلا تعدل الالوان وبعد كده ترجع تشتغل تاني كمونتاج على برنامج ادوبي بريمير، يبقى انصحك ببرنامج دافينشي ريزولف. البرنامج ده طبعا معروف عالميا ان هو برنامج مجاني. البرنامج ده بيستخدم في صناعه الافلام، بس في تصحيح الوان صناعه الافلام، لان فعلا البرنامج ده في مكتبه ممتازه لتصحيح الالوان، شيء خرافي الصراحه. انا لما اشتغلت عليه البرنامج ده حرفيا بيخليك ان انت تصحح او تعمل كارك كوركشن وكارك جريدنج على الفيديو بشكل سينماتيك، برنامج ممتاز. بس طبعا هو برنامج ادوبي بريمير افضل بشكل كبير جدا في المونتاج، وفي طبعا في الاستخدامات والتحكم والديتيلز اللي انت بتقدر تعملها على الفيديو عن برنامج ديفينشي ريزولف او برنامج سوني فيجا. ده اللي خلاني انا احطه في القائمه الاخيره، وان انا هتكلم عنه باذن الله بقى في فيديوهات جايه، واقول لك ان انت ازاي تقدر تستخدم البرنامج ده وان انت ازاي تقدر تتعامل عليه. فاهم حاجه ان انت تشوف مواصفات التشغيل بتاعتك ايه قبل حتى ما انت تيجي تفكر تحمل اي برنامج، لاني باذن الله من بدايه الفيديو الجاي هبتدي اتكلم على برنامج ادوبي بريمير. فمهم جدا ان انت تشترك في القناه لو انت اول مره تشوفني، وتفعل الجرس، وطبعا مهم جدا ان انت تفعل الجرس عشان يجيلك اشعار للفيديو اللي انا انزله، عشان تقدر انت تشوف الفيديوهات اللي انا هنزلها بعد كده يعني. وطبعا بقى ما تنساش ان انت تدوس لايك للفيديو وتنضم للجروب بريزنت على الفيسبوك. وبس خلاص انتهى الفيديو يا ساده، اشوفكم بقى باذن الله الفيديو الجاي. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم.